صلاح الدين زوار بتصريح جاء فيه: أولا جلالة الملك هنأ الوزير الأول على نجاح القمة شكلا ومضمونا على مستوى الشكل بالطبع برفع إطار يعني الإطار ديالها والشكل ديالها على مستوى المضمون من ناحية ديال الأهداف التي تم تحديدها. تم كذلك التأكيد على الأهمية ديال العلاقات المغربية الهندية في بعدها التاريخي وفي طموحها المشترك. جلالة الملك أكد على أن البناء شراكة متجددة قوية مع الهند في مختلف القضايا المطروحة اليوم، سواء قضايا التنمية أو التنمية البشرية أو كذلك قضايا الأمن والاستقرار، كلها أبعاد يعني للمغرب وللهند لهم القدرة باش يعطوها مضمون ومضمون قوي. جلالة الملك أكد كذلك على أهمية إعطاء هذه الشراكات وهذا البعد جنوب جنوب مضمون عملي.